ليه النهارده هيكون عينينا على مين؟ النهارده في لقاء الاهلي والزمالك، عندنا اتنين لعيبه هيبقى عندهم معركه كبيره جدا في وسط الملعب، وماتش النهارده اللي هيسيطر على وسط الملعب هو اللي هيقدر يسيطر على المباراه، اللي هيتحكم في الجيم، اللي هيتحكم في الريتم، هو اللي هيكون له الافضليه في لقاء اليوم. معانا من نادي الاهلي عمرو السوليه، وامامه فرجاني ساسي، والاثنين بيلعبوا في المركز رقم 8، والاحصائيات اللي هتشوفوها حضراتكم هتبين لك الفرق ما بين الاثنين والمهام اللي هم المفروض يعملوها في الملعب. 9 مباريات بالنسبه لساسي و6 بالنسبه لعمرو السوليه. سوليا كان بيغيب بسبب الاصابه بفتره في الدوري الممتاز، والكلام اللي احنا بنجيبه لحضراتكم كل الاحصائيات دي دوري عام فقط. هدفين لفرجاني ساسي وهدف واحد فقط لعمرو السوليا، 4 اهداف بالنسبه لصناعه الاهداف لفرجاني ساسي، عمرو السوليا مفيش. 17 تمريره بينيه يعني السروهات، وهنا 3 بالنسبه لعمرو السوليا، وهنا بيبين دور كبير لساسي في صناعه اللعب، وان كارتيرون او باتشيكو كان بيعتمد عليه بشكل كبير جدا ان ازاي ابني الهجمه من هذا اللاعب فرجاني ساسي. ومعدل قطع التمريرات هنا 4 وهنا 4، ولكن الاحصائيه اللي جايه دي مهمه قوي. استخلاص الكره من الخصم ومن ملعب الخصم، يعني زيادة بيها كمان وبيجيبها من ملعب الخصم، هنا 3.5 لفرجاني ساسي، وهنا 3.7 لعمرو السوليه، وده بيبين لك ان معدل جري السوليه اكتر، وعنده حتة اجريسيف او يعني حتة خشونة لحد ما في التدخلات عشان يستخلص الكرة بشكل اكبر من فرجاني ساسي. الالتحامات الهوائية الصحيحة بالنسبة لعمرو السوليه برضو تفوق كبير، 2.2 من %، من لعمرو السوليه بالنسبة لفرجاني ساسي 1.6 من %، ودي بيبين لك ان فرجاني ساسي لعيب شيك ما بيحبش يلتحم بقوة، ولكن عمرو السوليه من اللعيبة اللي اجريسيف اللي بتحب تجيب الكرة وبتلتحم سواء في الهواء او على الارض. دي الاحصائيات المهمه اللي احنا بنقولها لحضراتكم عشان تكونوا موجودين في الصوره، من الناحيه التاريخيه المواجهات الافضليه لمين، وبالناحيه الرقميه بالنسبه للهدافين الافضليه لمين، وايضا في الناحيه الفنيه والخططيه من ناحيه عمرو السوليه واللاعب فرجاني ساسي في معركه خط الوسط. خلينا نتكلم. طيب النهارده النادي الاهلي هيلعب ازاي؟ تشكيل النادي الاهلي هيفكر مستر موسيماني، ولو انا مكان مستر موسيماني هلعب بمين؟ التشكيله ليه بالنسبه لمستر موسيماني هيبدا في حراس المرمى علي لطفي، خلاص تاكد تماما بعد ايجابيه مسحه محمد الشناوي الحارس الاساسي للنادي الاهلي وايضا منتخب مصر. امامه بدر بنون ورامي ربيعه، اثنين قلبي دفاع، احمد رمضان بكهام كظهير ايمن مكان محمد هاني، وايمن اشرف كظهير ايسر مكان علي معلول. خط الوسط، وده نقطة قوة النادي الأهلي في لقاء اليوم، ديانج وعمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، وفي الأمام محمد شريف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، واحنا معانا واحد من المديرين الفنيين الكبار، واحد كسب دوري أبطال أفريقيا.